كل يوم جديد اكيد من عالم الصباح وبفرحه هالاعياد. طبعا من عيدكم كلكم ان شاء الله يا رب بنعاد عليكم بالخير، الفرحه، البسمه الكبيره الايجابيه، كله يكون اخبار سعيده، واكيد دائما نكون مجموعين بمحبه، ان كان العيال تكون مجموعه مع بعضها بهالعيد الحلو، ان كانت كمان كل الطوائف بهالاعياد يلي حبوا يجتمعوا كمان بنهار واحد، ان كان عيد المولد النبوي الشريف وان كان عيد الميلاد المجيد، فينعاد على الجميع بكل لبنان وكل الدول العربية يا رب. أنا بدي صبحكم بالخير وقول أدي حلو هيك عيد يكون أعياد تكون مجتمعة مع بعض. دايما نتذكر أنه الإنسان إنسان كيف ما يكون وين ما يكون، فخلنا دايما نتذكر هذا الموضوع ونقول أنه الإيمان والمحبة من عند ربنا أكيد، بنعرف كيف نستعملها ونستغلها، بس نكون نحن قلبنا صافي ومنحب أنه نكون عم أو نعطي خير لغيرنا من قلبنا. رح صبح كمان بالخير الست بلقيس يلي انضمت لأسرة عالم الصباح كمان اليوم أول يوم. صباح الخير لألي، صباح النور، ينعاد عليك بكل هالأعياد المجيدة إن شاء الله يا رب. تسلم تمك، حكي كتير حلو هيك بيعمل الواحد بيكون فريش على الصباح. تسلمي. اليوم ناطركم أكل كتير طيب. لحظة شوي، لا بس أنا سألتها من شوي شو طبخة اليوم؟ صارت تعد؟ قلت لها لا بلقيس ما فيك تبلشي هيك، لانه اذا يعني اذا عودتينا على ليفل معينه في مصيبه. بصير ننطر دائما يكون هيدي هي الليفل. لا بس اجمالا حتى الاكل اللي بدي اعمله اليوم يعني ما بينسح، ما في ما في ما في فاتس كثير. حلو. حامل رز بالزعفران مدخن، هاي طريقه بتقولي مدخن بتفكريها شيء واو، بتكون كثير سهله بس طعمتها طيبه ان شاء الله. سمك بالفرن، نعم، متبل مع ليمون وزنجبيل وشويه سلاد هيك بتفزلك فيها. انا مش غلط، المطبخ لإلك وانت حره تعملي فيه اللي بدك اياه والطبخ اللي بدك اياه. هلا بس اي نوع كويزين انت بتفضلي؟ اللبناني الشرقي. الشرقي ونحن كمان بنفضل اكيد. هلا شو ما تعملي رح ناكل، لانه اكيد رح يكون طيب من ايديك، وسمعنا عنك اخبار كثير حلوه، فيعطيك الف عافيه. الله يعافيك. نرجع لك بعد شوي مع عده وقفات. رح نتوقف هلا مع جرده سريعه لنشوف شو بتتضمن حلقتنا لليوم ومنكفي عالم الصباح. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، أفكار إيجابية لازم نحملها معنا للسنة الجديدة مع ميلاد بما بدها هالقد، تكنولوجيا قديمة وألعاب منتذكرها مع عامر وضيفه بآينو، ضيفنا بيعرفنا على Brilliant Lebanese Awards، شو تأثير المؤتمر العالمي كوب 21 على البيئة بلبنان مع ضيفتنا بالحلو بلبنان، ضيوفنا بيعرفونا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ضيفنا بيعرفنا على فرايا كريسمس فيستيفال ورشة ملح على أطباق جديدة وشهية. رح نكفي معكم اكيد عالم الصباح، وقبل ما نكون مع كارمن والابراج في سؤال طرحته على صفحه الفيسبوك الخاصه بعالم الصباح، بس كثير بحب انها تفوت الصفحه. خليكم معي ضربه. اوكي، شو الفكره الايجابيه يلي بتحبوا تبدوا فيها سنه 2016؟ طبعا نحن قربنا يومين ثلاثة بنكون خلصنا سنة 2015 إن شاء الله يا رب بتنعاد عليكم بكل الأخبار السعيدة، فقولونا كيف حابين تبدوها وبأي أفكار إيجابية. وبعد شوي رح يكون معنا ميلاد بما بدها هالقد أكيد لحتى نحكي عن هذا الموضوع، ورح نقرأ الأجوبة تبعولكم، فتواصلوا معنا على الصفحة وبنشوف كارمن والأبراج شو مخبيت لنا لليوم. صبحكم بالخير، يوم السبت 26 ديسمبر كانون الأول، ينعاد عليكم عيد ميلاد مجيد. اليوم القمر بعده مرافقنا من برج سرطان، امبارحة كان قمر فولمون بعد الظهر بتمام الساعة 1:15 بتوقيت بيروت. إذا كيف رح بيكون تأثيرات هالقمر البدر علينا؟ خلونا نبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل يمكن بتحس بشوي توتر تحت تأثير هالفولمون، الأجواء شوي متناقضة، بتحس حالك إنه شوي نشيط لكن بنفس الوقت تحس حالك إنك تعبان ومزعوج ومزاجي، فحاول إنك تسيطر على هالأمور. بيبقى المولود نسبيا الأكثر حظا 31 أدار مارس 1 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بناسبك تماما وجود هالقمر البدر ببرج السرطان، لأنه بيدعمك، بيعطيك قوة، بيعطيك عزيمة، وبيعطيك حظوظ كتير خاصة خلال التواصل مع الآخرين، لذلك ما تستحي، ما تقعد عاقل وما تقعد سكوت، احكي وعبر عن رأيك. 14-15 أيار مايو الأكثر حظا. بنكمل مع برج الجوزاء.
بالنسبة لبرج الجوزاء بدك تنتبه شوي مولود برج الجوزاء من بعض المصاريف، انتبه لإلها، اعمل حساباتك وحاول مولود برج الجوزاء انه ما تندفع وراء الكلام المعسول، اعمل حساباتك مظبوط، احتمال انه حدا يطلب منك مساعدة. وبيبقى المولود الأكثر تعبا نسبيا 1 و2 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان مفروض تكون مبسوط ومرتاح وعارف حالك وين رايح، أو على الأرجح في قرارات حلوة حابب أنك تاخدها، خطوة مهمة بانتظارك. القمر ببرجك، القمر بدر، مرة بالسنة بيكون القمر بهيك موقع عندك ببرجك، لذلك حان الأوان لحتى تفكر بعلاقة، بمصير علاقة، أو تفكر بنوع ارتباط مهني أو اجتماعي. الأكثر حظا 15-16 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو عندك بطيء، تراوح أعمالك مكانة، ما في تطورات على الإطلاق، ومن المستحسن أنك تنطر لبكرة بعد الظهر لبينما يوصل القمر لبرجك. من هلأ لوقتها بعد عن مشاكل، وحاول ما تحط حالك بأجواء متوترة أو مكهربة. يبقى المولود الأوفر حظا نسبيا 2-3-4 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء بيناسبه تماما هالقمر البدر الموجود برج السرطان، الاجواء صديقه لإلك، بتساعدك، داعمه لإلك، في شعبيه كثير حلوه، ما رح تكون لحالك ابدا باي طريق انت بتاخده، الاجواء حلوه كثير، ومن المستحسن بين اليوم وبكره الظهر تخلص كل اتصالاتك. 16-17 ايلول سبتمبر الاكثر حظا. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان يمكن عم بتحاول انك تفش خلقك بالناس القريبة منك أو الموجودة فيزيكلي جسديا حدك، سواء كنت بالمكتب أو بالشغل أو على الطريق أو مسافر، حاول أنك تطول بالك، الأجواء منا ضدك، الأجواء بتستفزك شوي فقط لحتى تتأكد أنه أنت جاهز فقط لا غير. بيبقى المولود الأكثر عرضة للانفعالات 18-19 و20 أكتوبر، انتبهوا من المشاكل. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب نهارك كتير حلو، تأثير القمر البدر من برج السرطان الصديق لإلك بيعزز موقعك وبيعطيك هالة كتير حلوة من الإعجاب ومن الحظوظ وأيضا من التألق، لذلك ما تقعد مكتف إيديك اليوم على الإطلاق. الأكثر حظا 15-18 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس بكرة أفضل، بعد بكرة كمان أفضل، أما اليوم منه سلبي، فما تضيع هيدا النهار لانه نهار مهم، مهم لحتى تشهل بينك وبين نفسك باوراق او بمساله او بمشروع عم بتفكر فيه، عم بتخطط له، ويمكن يكون بحاجه الى مين يساعدك فيه او يزبط لك، يعمل لك فاين تيونينج لهالمشروع، لذلك ما تبقى لحالك. 8-9 ديسمبر الاكثر حظا. ننتقل لبرج الجدي. مرة بالسنة بيكون القمر بدر من البرج المقابل لك، هذا معناتها في طرف، في جهة، في مؤسسة أو في تحديات مختلفة متنوعة من مصادر مختلفة، مش بالضرورة يكون من شخص أنت بتعرفه، وبالتالي التحديات موجودة اليوم، هي ظهرت بكرة ومستمرة لبكرة الظهر، فما تنزعها، حاول تعطي أحلى صورة عنك. 16-17 كانون الثاني يناير الأكثر حظاً. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو في تقلبات بالاحوال الفلكيه، بكره الظهر بتصير الامور مش لصالحك، لذلك معك تقريبا حوالي 24 ساعه لحتى تتواصل مع يلي لازم تتواصل معه، ولحتى تشهل بالشغل لازم تخلصه. بكره الظهر الغيمه بتوصل، لذلك شهل، معك وقت لحتى تشتغل، معك وقت لحتى تخلص الشغل، شرط وحيد انه تكون حاطط جدول اعمال. 30-31 كانون الثاني يناير الأكثر حظا. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت تعتبر من الأشخاص القوية المحظوظين والناشطين والقادرين يحركوا بمحيطهم، أنت دينامو فعال جدا، إيجابي، الناس تلتف حولك، وبالتالي ما غريب أنه اليوم تكون شعبيتك قوية. لازم تستثمر هالطاقة الحلوة لحتى تحسن أوضاعك، تتصالح مع ذاتك وأيضا مع الآخرين. 13-14 أدار مارس الأوفر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة إذا حابب تفك ارتباط أو ترتبط، سواء اجتماعيا كان أو حتى مهنيا، هنالك احتمالات لحتى تتقدم، لكن هيدي السنة بدك تعمل حساباتك إنه في ظروف معقولة تعاكسك.
كانون الثاني يناير، ايار، مايو، سبتمبر، ايلول من افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. شكرا لك كارمن. رح نتوقف مع اول فاصل اعلاني، ومن بعدها بينضم لنا ميلاد بمبدا هالقد لنحكي عن الافكار الايجابيه لسنه 2016، سنه جديده، فما تروحوا لبعيد.